طبعا موضوع العلمانية موضوع خطير لأسباب كثيرة. من أول هذه الأسباب إنه أخواننا هذا الفكر أو المنهج اللي اسمه العلمانية هو خطير من حيث الفكرة وخطورته الآن بنتلمسها في الواقع. طبعا الموضوع بتاع الفكرة بتاعت العلمانية أو المنهج بتاع العلمانية خلاصتها إنها هي دارة تخرج الناس من الدين ومن الإسلام ومن التمسك بتعاليم الإسلام إلى مناهج أخرى، أو إلى إنه يخلوا الناس بعيدين عن دينهم وبعيدين عن منهجهم وبعيدين عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام، وده من أخطر الأمور. كذلك الواقع الآن خاصة في العالم الإسلامي، يعني خطورة العلمانية إنه الآن دعوات العلمانيين ل يعني فصل الدين عن الدولة، دعوات العلمانيين لتغريب الأمة المسلمة، أخلاقيات المسلمين التي تأثرت بالأفكار العلمانية، وده واضح. يعني زمان السفه موجود في 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 بعض المجتمعات يعني المسلمة وكذا، والانحراف موجود، لكن ما لدرجة إنه الإنسان يلقى مسوغات ومبررات. يعني واحدة ما بتخجل وتمرق قدام الناس وتلبس اللبس المستفز للمسلمين وتجي تقول للناس يا أخي دي حريتي. من الذي غرس في هذا المفهوم، مفهوم الحرية، أو أنها تلبس ما تشاء، أو أنها لا تحترم يعني أدلة الكتاب والسنة وكذا وكذا؟ دي العلمانية. فخطورة العلمانية يعني من حيث الممارسة ومن حيث الفكر والمنهج القائم عليه. كذلك من خطورة العلمانية إنه العلمانية الزول اللي بينتمي لها أو بيتأثر بها بيبقى عنده مشكلة في أدلة ال- 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 الكتاب والسنة. يعني ما بيتقبل منك تجي تديه آية، تجي تديه حديث، بتلقاه يعني معارض، تلقاه يناقض، تلقاه إنه ما بيحترم الدليل من الكتاب أو السنة. ففي أسباب كثيرة جدا يعني، ومنها إنه العلمانية كانت مسوق لتقسيم بلاد المسلمين، قيام الأحزاب، ده حزب شيوعي وده حزب اتحادي وده حزب كذا وده حزب كذا، ويزول يتعصب لرئيس الحزب ورئيس الجماعة، وإنه يعني لو جاء بلد مستعمر يزرع الأحزاب، المسلمين لو قالوا يا أخي نحن دارين نحكم بلدنا برانا، تجي الأحزاب تقول لا نحن دارين الناس ديل يعني عشان نحصلهم في الحضارة وكذا وكذا، لابد يعني يدخلوا، ده بيحصل تفريق المسلمين. من خلال الجواب يعني نحن فهمنا إنه العلمانية عندها موقف ضد الدين، وفي فهم الناس إنه العلمانية إدارة بتاع الدولة أو إدارة سياسية. فإنت الفهم دي جبته من وين؟ يعني العلمانية في تعاريفها، في مفاهيمها، فيها الفهم اللي بتقوله ده؟ طيب الناس بيعتبروا إنه العلمانية وممارساتها وأفكار الآن اللي بتبث وكذا يعني مجرد يعني مواقف أو كذا أو كذا جات للناس. لا، هي منهج متكامل ومنهج موضوع وعنده مرجعيات، ونحن نقوم نرجع لبعض المراجع. يعني مثلا والسمحة انه يعني انه التعريف حق العلمانية قريب من اي زول، يعني لو مشيت اي اقرب قاموس بتاع انجليزي عربي بتلقى فيه تعريف كلمة السكيولر او السكيولاريزم، وهي بابسط تعريف لها هي ما كان متعلق بالدنيا او ما كان بعيدا عن الدين. وزي ما عرفها المرجع الثالث بتاع ويبستر قال هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. يعني هي حركة بتاعت مجتمع عندهم يعني أموال بينفقوها، عندهم جهود بيبذلوها، ده كله عشان إنه المجتمع ده يودوه وين؟ يودوه لإنه يكون بعيد من الدين ويعارضوا به والدين. ولذلك نحن بنشوف إنه أول مطالب العلمانية، وده إذا انهدم انهدمت العلمانية، إنه ما بيقولوا لك نحن ضد الدين أو على الأقل نحن ما دارين دين، وده بتلقاه حتى عندنا هنا في السودان موجود. فالعلمانية أخواننا ما يغشونا بتعاريف إنه هي يا أخو الله العلمانية يا أخي إنه فصل الدين عن مؤسسات الدولة أو كذا أو كذا، دي كلها تعاريف قاصرة، وإن كانت تعاريف دي ذاتها مشكلة، أنه ربنا قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب إلى آخر.
فالعلمانية بتعارض الدين، وهي أصلا جاءت من أجل يعني معارضة الدين وتنحية الدين في كل شؤون الحياة مش في الدولة بس. وده يعني الناس برضو لو رجعت لأسباب قيام العلمانية هم بيقولوا كده، العلمانيين اللي قاموا أسسوا العلمانية قال يا أخواننا الدين ده كان سبب في تخلفنا وكذا وكذا في الغرب. نحن هنجي نناقش المسائل دي إن شاء الله. أنت شيخ ذكرت في هنا تعريف العلمانية إنه إبعاد الناس عن الأمور في أمور الآخرة إلى أمور الدنيا، وذكرت إنه العلمانية عندها تعريف كثيرة. ليه تختيرت التعريف؟ يعني التعريف ده ليه اعتمدت عليه؟ مرجع شنو التعريف ده؟ طيب التعريف ده لأنه جاي من أصحابه، والظروف بتاعت نشأة العلمانية في العالم الغربي نتج منها التعريف ده. لا الدين أصحابه. يعني الناس اللي قالوا يعني مثلا زي المراجع والهيئات المعتبره في العالم، زي هيئه المعارف البريطانيه، هيئه المعارف الامريكيه، بقى تعريف معتمد وما بينكروه اصلا موجود. ودي شعارات اللي قامت عليها الثوره الفرنسيه والقامت على النظريات بتاعتهم في الحكم وفي غيره، دي يعني المرق منها التعريف بتاع انه يعني العلمانيه هي تنحية الدين عن جميع شؤون الحياة.